تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي يقود دراجته في مدينة العالمين الجديدة، وقد استمع الرئيس إلى مطالب أحد المجندين، حيث أجرى الرئيس حوارا مع المجند للتعرف على أحواله والاستماع إلى مطالبه. وأكد الرئيس السيسي أهمية العمل لمواجهة ظروف الحياة. خلاص انت بشهر 4 من داخل 21/4، يعني 22/4 السنة الجاية وعليك خير ان شاء الله، وعليك خير تكون خلاص كده. طيب انا نفسي مثلا نحل من المكان هناك دي ولا كويس هناك عندكم؟ بكام؟ بكام ايجار؟ بكام اي حاجة بقى؟ انت مأجر دي اللي انت فيها؟ ايجار مأجر بكام الايجار؟ ايجار دي كده طب والشارع الرئيسي كام؟ ثلاث آلاف في الشهر. وديك كام؟ وديك كام؟ وديك كام؟ وديك كام نكسب؟ يعني ما شاء الله الشارع عندك عامل 2000 والله. لا مكان كبير. بس طبعا الناس اللي في الأقوياء لما التخصيص صغير يكبر. يعني هو مفيش حاجه اسمها الكلام اللي انت بتقول عليه ده ازعل منك. لما تيجي تقول لي يا فندم الكبير ما فيش حد يصغر. لا يا فندم هو يديني يوم. اقول لك ازاي؟ هو يديني يوم. اقول لك ازاي؟ اقول لك ازاي؟ اطحن نفسي ما اكلش وما انامش ولا حد يغلبني ابدا. مش هو العين العين الرجال اكل وشرب ولا حاجه على بعضها؟ تعليم واكل وشرب وتواصل عشان يطلع من يتربي كويس وتربيه كويس وكده. ازاي اقدر اعمل ده وانا مشغول في شغلي والام طبعا بتعمل شغل البيت كده؟ تقدر توفر ده ازاي؟ انا مش بقولك تجيب او ما تجيبش يا ابني، بس عشان انت ما تقولش الظروف صعبه. ما تقولش ايه الظروف صعبه؟
صعبه. الظروف صعبه. ايه رايك لو مشيت كده؟ مشي وكيلو. امشي معايا ولا؟ امشي معاك يا فندم. ولا هركب. لا صعب. ان شاء الله. تمام؟ هتبقى الجايزه بقى المحل اللي بقى. لا يا فندم. يا فندم جبت حضرتك تسلمك على حضرتك. ربنا يخليك يا عيني. الله يخليك يا فندم. سلمني على والدك كتير. يوصل سلامة. يوصل طيبين. يوصل سلامة يا فندم. هم هياخدوا البيانات بتاعتك. يوصل طيب يا عيني. انت طيب يا فندم. سلام عليكم. سلامة طبعا.